السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط. إذا نذهب مباشرة للصفحة 10، درس أو نص ذكرى وندم. أقدم لكم تحضير نص ذكرى وندم، الأفكار الأساسية، الفكرة العامة، وكذلك القيمة التربوية. إذا تابعوني لأعطيكم الأفكار والفكرة. الفكرة العامة هي شعور إبراهيم بالندم على قضائه على حياته الزوجية بسبب الخبر. أما الأفكار الأساسية فتنقسم إلى فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى، معاناة زهرة من سلوك زوجها الغير سوي أو من سلوكات زوجها الغير سوية. أما الفكرة الثانية هي نهاية عيسى لحياة زهرة ومعاناتها مع الزوج أو مع زوجها. أما بالنسبة للقيمة التربوية أو المستفادة، نقول الخمر أم الخبائث، لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، صدق الله العظيم. إذن هذه هي القيمة المستفادة أو القيمة التربوية. أما بالنسبة لنمط النص فهو نمط سردي وصفي من مؤشرات النمط السردي هي الأفعال الماضية، استرجع، كانت، استيقظ، عادت. إذن كثرت الأفعال الماضية. كذلك تتابع الأحداث، يعني الأحداث هناك المقدمة الابتدائية ثم العرض، يعني هناك الحبكة أو العقدة، وفي الأخير الحل وهي الخاتمة. أما بالنسبة للضمائر، يعني كثرة الضمير الغائب مثلا من حياته هو وجهها، إذا هناك الها دائما، إنها، يعني كثرة هذا الضمير، عاداتها، لتشعرها، زقزقته، إنها، يعني كثرة الضمائر خاصة ضمير الغائب. يعني هذا بالنسبة لمؤشرات نمط السرد. وكذلك قلنا مع الوصف، يعني وجود كثرة النعود مثلا الساعة الثانية. لدينا أيضا الطراز المغاربي ووصف حالة إبراهيم. أيضا هناك الرفيق الأعلى إلى أعلى غير ذلك. إذن هذا بالنسبة لتحضير نص اليوم. إلى نص آخر إن شاء الله أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا فقط الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.